الشباب، واش كنا نبغيو يبدا في الموتوسيكل من هاد الدقيقة؟ اليوم كنشوفوا واحد التظاهر هنايا في مدينه اكادير. هو صراحه هو كان واحد الحلم بالنسبه ليا باش نلعب في الليل، لان كما كتعرفوا ما كنلعبوش حنايا هنايا في شامبيونات دو ماروك بالليل، كنلعبوا غير بالنهار. هذا كان حلم كبير، وزدت تفاجات بهذا التنظيم اللي داروا الناس ديال اكادير، شكرا بزاف ليهم. وانا الصراحه يلا دابا غادي نديروا لا بروميير مونش، يعني كنحاولوا اننا نعطيو داكشي كامل اللي عندنا باش نتعاد الناس ونتبعوا هذا الجمهور الكريم. وميم طوك هذا كان فرحت بزاف ملي وصل المغرب، وصل لهذا النيفو انه ينظم دي كورس بالليل. هذا كما قلت لكم كان حلم، وكنبغي نشكر بزاف 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 الناس اللي داروا هذا التنظيم، والناس اللي كيساندونا باش اننا نحاولوا نحققوا هذه الهوايه ديالنا، نوصلوها لو ماكسيموم ان شاء الله. لو سيركوي كان واعر الصراحه، كان هذه اول مره غادي تلعب في الليل، كان واعر. نشطنا لي بيلوت كاملين، خداو واحد الثقه في راسهم، لان السيركوي كما كتعرفوا هو صاب الرمله. واخا انا من مدينه فاس ما عندناش البحر تما، ولكن المهم كنحاولوا اننا نديبلاصاو ونحاولوا نتمرنوا في مناطق اخرى اللي فيهم البحر. وكان صراحه كان هائل اللي استفدنا بزاف من هاد التجربه هذه. وهذا اول عام اللي غادي تنظم هكا ايفينمون هكا بالليل من ناحيه ديال الموتوكروز، السباقات ديال الكوادات والبوكيات. والحمد لله وني تري كونطون من هاد ليفينمون، لحقاش منظم اولا بطريقه جد مقاده، الناس كلشي فرحان، كلشي لا كورنيش ديال اكادير تبارك الله عامره بالناس، محدد ان كوتي هادشي ساكري ان ديفيرتيسمون بالنسبه للناس، ودانوت كوتي عاوتاني حنايا بالنسبه للمتسابقين اللي كنديروا هاد الهوايه. وهادشي جانا بحال واحد لحقاش بالليل دارت، واول مره اللي غدار بالليل، والحمد لله نتمنى من الله كل شيء يدوز بخير وعلى خير. وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله. السيركوي مصوب بطريقه بروفيسيونيل بزاف، لحقاش لي فيراج مزيانين، الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. الكوادر الكروسات البوكيات كل شيء منظم من ناحيه ديال السيركوي، كاين في الدارو في لا كورنيش ديال اكادير، وصافي هادشي اللي كاين. الرمله ما غارقاش بزاف الحمد لله، كاين دي ديفيكولتي في هذا، لحقاش كيدوزوا البوكيات كيحفروا السيركوي، دونك الكوادات والكروس كيلقاو بعض المشاكل، ولكن الحمد لله كلشي كيدوزوا الله، ونتمنوا من الله كلشي يكون بخير والحمد لله. Des pilotes de toute nationalité, des Français, des Espagnols, on a eu des Marocains de toutes les villes du Maroc, on a eu Casa, Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir. Donc cette course elle a pu se faire grâce à la commune d'Agadir, comme je vous ai dit, c'est l'autorisation qui nous a été donnée de la commune d'Agadir. On tient vraiment à les remercier de nous avoir donné l'occasion de faire cette course. C'est vraiment très très important pour nous parce qu'on est vraiment dans le domaine. Comme je vous ai dit, Monsieur Rachid Bitti et Doumbou Salah sont dans le domaine de la moto et de la location de buggy et de quad. Donc c'est un événement qui se fera inchallah tous les ans. Pendant le ramadan. Le circuit il est magnifique, il a été fait comme je vous ai dit par des professionnels. Donc la sécurité, tout a été fait pour que tout se passe bien, Inch'Allah.